من جديد اهلا بكم اعزائي المشاهدين. بعبع الضرايب، غول الضرايب، جبات الضرايب، فوبيا، الفوبيا من الضرايب، دي كلمات المواطن البسيط ممكن تسمعها منه وانت قاعد. احنا ده هيخلصوا علينا، ده هينفضونا، ده هينفضوا جيوبنا، ده هياخدوا اللي ورانا واللي قدامنا، ده حتى السكن. ده كلام الشارع، كلام الناس اللي في كل بيت في مصر. ده حتى الاربع حيطان اللي احنا متوهين وقاعدين فيهم هياخدوا عليهم ضرايب. وطلعت نكت يقول لك ايه؟ ده هياخدوا ضرايب بعد كده. وزير الماليه لما بلاقي ياخد بعد كده داخل على الهوى، هياخد على الهوى اللي انت بتتنفسه ضرايب. يا عم ماشي، خد على الهوى بس اديني، عيشني، اكدني، وظفني، علمني، عالجني، انقلني، سكنني، وخد ضرايب. اديني زي ما معايير حقوق الانسان قالت. خد ضرايب، انا مش ضد الضرايب. عشان ما حدش يطلع يقول لك ايه ده ضد الضرايب وضد الدوله، مش ضد الدوله وانت بتحرض، لا احنا عايزين ضرايب. ما هو اللي بيمول ميزانيه الدوله الضرايب. طيب لكن من يدفع الضرايب؟ من يدفع فاتوره الضرايب؟ قلت لك اعمل لي كل الحاجات دي، اعمل لي وزيره او وزير للرفاهيه. يا سلام، احنا في ديك الساعة كده لما يبقى عندنا وزيرة او وزير للسعادة زي الامارات. طب واحنا لما نوصل للمرحلة دي يبقى احنا عدينا بقى. هتتكلم عن ايه؟ يبقى عندنا وزيرة للسعادة تبحث عن اسعاد المصريين، كل بيت في مصر. طب واللي بتعمله الادارة الضريبية دي والمسؤولين عن والقائمين على المنظومة الضريبية هو اسعاد كل بيت في مصر؟ ولا النكد؟ النكد دخلوا النكد والغم والقهر والحزن على كل بيت في مصر. يقصده ولا ما يقصدوش؟ هو يقول لك انا اعمل ايه؟ عندي عجز، عندي عجز في الميزانيه، وعندي مشروعات، اجيب منين؟ اجيب منين؟ طب ما انت فاشل يا بتاع المنظومه الضريبيه. طب ما تجيب اللي انت اللي تهربه منك، ما تجيب 600 مليار فاتوره تهرب الضريبي كل سنه. ما تيجي، هو انت بتيجي على الغلبان الصغير؟ المهم مش هطول، انا مش ضد الضرايب ولا ضد تحصيل الضريبه ولا ضد الوفاء بحقوق الدوله، لان في الاخر بيعود عليا ده، لكن انا ضد الخلل والقصور والفشل في القائمين على المنظومه الضريبيه. في النهايه الضريبه بنصرف منها على التعليم والصحه وخلافه ولقمه العيش. ارحب بضيوفي وضيوفكم النهارده من على اليمين، الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس. اهلا بيك. اهلا بيك وأهلا شرفتني. بقالك كتير ما شرفتنيش على الهواء. اشرف ليه؟ اشرف ليه؟ اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. انت بصحه السلام. والخبير القانوني وخبير الضرائب المعروف الاستاذ محمد وهبه، وهو زميل جمعيه المحاسبين المعتمدين في لندن وعضو الجمعيه المصريه للضرائب في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عايزين نتكلم عن اللي جرى. يعني انا بفكركم بس كده قبل ما ابدا بالاغنيه المشهوره، انا بحب الاغنيه دي والله. اغنيه بتاع عليا التونسيه طبعا، وغناها صبر ربيعي. علي جرى من مراسيلك لما تيجي وانا احكي لك، علي جرى من مراسيلك، وغناها صبر ربيعي. لكن هي اغنيه عليا التونسيه، عليا مشهوره قوي، وهي عزيزه الى قلبي قوي، وحلم بقى، لان هي الاغنيه دي بتمس الوجع قوي. لما تقول لك لما اجي لك، لما تيجي وانا احكي لك علي جرى من مراسيلك، بس اما تيجي، بس اما تيجي بقى، اما تيجي ابقى احكي لك علي جرى. احنا هنحكي لكم بقى علي جرى، وتحكوا لنا علي جرى، والمراسيل، المراسيل اللي هي قرارات الحكومه، قرارات القائمين على إدارة الضرائب في مصر. إيه اللي حصل واللي جرى في الشعب من القائمين على الضرائب
ابدا معاك يا دكتور وائل من على